كيدير اخوت بخير. حنا اخويا بالعربيه تعرف هادشي راه ما بيناش، هادشي راه ماشي ديال المسلم بالعربيه تعرف. انا راه دايز هنا وشفت هاد البلان هذا، هادشي راه ما كاينش المهرجانات، ما كاينش هادشي، هاد المهرجانات ما كاين، كاين شي معقول لا بيديروا هاد المهرجانات هادو ونقصوا لينا في داك ليسانس والمازوت اللي عاطبيننا فيه. اما هادشي اخويا راه ما كاين والو. انت تقهرتي بهاد السيد؟ انا تقهرت، انا حتى انا عندي الترونسبور كندير ترونسبور، انا تقهرت بهادشي، هادشي راه بزاف. كيفاش كتعيشوا دابا مع هاد السيد؟ حتى تنعيشوا لا اله الا الله، كنا كنخدموا ب 100 درهم ولينا تنخدموا ب 200 درهم 250 درهم باش ولينا تنخدموا. هاد الناس هادو راه ما بغيو يتعاونوا مع الشباب، هاد الناس بغيو يفونديو الشباب، الله ياخذ فيهم الحق ديريكت اخويا. هادشي اللي بغيت نقول لك، انا ما جاش نتفرج في المهرجان، انا دايز انا والصديق ديالي دايزين وبان لينا هادشي هذا وصافي. هي فاش هضرنا معاك انت ما هادشي حنا ما تنامنوش به، كاين شي معقول مرحبا، ما كاينش المعقول حيد السلام. المعقول بحال اش المعقول هو يديروا معنا شي مزيان، هادشي ما بقيناش بغيناه، ينقصوا لينا بحال المواد الغذائيه بحال ليسانس والمازوت باش بنادم يروج، باش بنادم الناس كيحضروا بزاف في الهضره. ايوا الناس راه لا اله الا الله، راه هادشي غادي وتيتفوندا هاد الشيء. المغرب اي واحد النهار تجي حشومه، نمشيو للجوامع تجي حشومه واحد النهار، استغفر الله العلي العظيم، حيت هما هادشي اللي بغاو، بغاو ديما بنادم يبقى تالف. هو هادشي اللي كاين ود اخويا. الحكومه شنو غتقول لها؟ الحكومه نقول لها الله ياخذ فيك الحق، السلام عليكم. من الاحسن هذا السلام. ما كاينش على من تصوت اخويا، وي اخويا ما كاينش ديري، لا لا داكشي اللي كاين، لا خصك دير كلشي اخويا. هادشي اللي نقول انا دابا خصك ديرو كامل الا كنتي في الشكل، وتا هاد الكلمه هادي ديرها عرفتي علاش؟ حيت المعقول، حيت كاينه هو اللي دازت. ما كاين، ما تنعرفش انا، لا لا هذيك الحكومه اللي دازت، لا الحكومه فاش تنعرف انا، اما كلشي شفاره، كلشي كيضربها على راسو وعلى ولادو. داكشي اللي كاين اخويا، والله يسهل عليكم انتوما.